السلام عليكم يا شيخ فان. لاباج فيسبوك دون بوز غوماند افيك اسما. اليوم ان شاء الله حنقدم لكم ان غولي او بولي اي فياند هاشي فاسون طاجين الزيتون. اولا راح نبداو بتحضير الغولي تاعنا. كيما راكو تشوفو انا هنا استعملت بان دومي، اللي ما عندهاش بان دومي ما كاش مشكل تستعمل الفتات ولا البابا تاع الخبز العادي. ترحيه جيدا بلو روبو وتقسم ما بين زوج تباسات، تبسي درت فيه لا فيوند هاشي وتبسي الاخر درت فيه لو بولي اللي حنرحيه ان شاء الله. من بعد كيما راكو شتو رحيت حبه بصل صغيره مع زوج سينات توم يكونوا شويه كبار، رحيتهم قسمتهم تانيك ما بين لحم الدجاج واللحم والدجاج. هنا تاني كاني قطعت المعدنوس، قطعه رقيق، نفرق دائما ما بين زوج تباسه. واخيرا نحيت العظم تاع البيض تاع الدجاج ولا لو بلون دو بولي، ونرحيه نرحيه بيان نرحيه نحطو مع باقي التتبيله. حكمت حبه بيض ضربتها وقسمتها ما بين زوج تباسات تاعي، ندير لهم ملح في الكحل وشويه قرفه. هنا التوابل ترجع ليكم، تقدروا ديروا التوابل اللي حبيتوهم. خلطت الخليطين تاعي تاع الدجاج وتاع لا فيوند هاشي. من بعد سور اون بلاك درت طبقه من بابي فين واستعملت بالماء، نشمخ يديا في الماء ونبسط حتى نتحصل على ان كاري ولا مستطيل. وراح نعاود نفس العمليه بالنسبه لا فيوند هاشي، نشمخ يدي في الماء باش ما تلصقش ونبسطها بطريقه انها تكون كامل متوازيه ويكونوا بنفس الحجم. لو كاري تاع الدجاج ولو كاري تاع لا فيوند هاشي يكونوا قد. من بعد نحط لو كاري تاع لا فيوند هاشي فوق لو كاري تاع لو بولي هاشي، نغلفهم بورق الفين ونديرهم في الثلاجه يريحوا لمده 4 ساعة. كي تخلو اللحم تاعكم يريح في الثلاجه راح كي تروليوه ما يلصقلكمش في لو بابي فين. من بعد كيما راكم تشوفوا نحيتو من الثلاجه وبديت ندور فيه باش نعطيلو لا فورم دان غولي، ونغلفو مليح بلو بابي فيلم. نغلفو جيدا بلو بابي فيلم، نعقد لي كوتي باش ما ينحلش في لو فور. ونزيدلو فوق هذاك لو بابي فيلم ولا فوق هذيك الطبقه تاع البابي فيلم نزيد طبقه اخرى من لو بابي الومنيوم. وحبيت نعطيكم برك ملاحظه، يمكن لكم انكم ديروا هذه العمليه بليله من قبل وتخلوه في الثلاجه من غداك. كيما راكم تشوفوا نحيته من الثلاجه، درت له في صينيه ودرت له شويه الماء يكون سخون ولا ما مغلي، وطيبته على 180 درجه لمده 30 الى 40 دقيقه. كيما راكم تشوفوا باش تعرفوه اذا طاب تثقبوه بالموس. كي تشوفوا هذاك لو ليكيد يخرج، اذا خرج ترانسبارون صافي على طابلكم. بعد كي يطيب خليته برد مليح، ونحيت له هذيك الطبقه من البابي الومنيوم ونحيت له لو بابي فين. وفي هذه المرحله ديروا مغرفه كبيره من الزبده، دوبوها في مقله تكون ما تلصقش، وبداو تقلبوا فيه وتقليو فيه باش يكون عنده لون شباب. من بعد باستعمال موس يكون قاطع قطعوه الى دوائر. كيما راكم تشوفوا لو غولي تاعنا اللي بيان روسي. ومن بعد تقدروا تقدموه مع الصلصة اللي حبيتوها، تقدروا تقدموه مع صلصة الفطر ولا صوص وشامبينيون. انا اليوم اخترت اني نقدمهم على فاسون تاع طاجين الزيتون. حكمت في مقلة غير لاصقة، درت مغرفة كبيرة مع السمن مع مغرفة كبيرة من الزيت، وقليت حبة بصل كبيرة مسكرفتة، شوية من الرند، زعتر تانيك، سكرفشت زوج سنينات توم. وتانيك انا هنا هذه اختياريه، تحبوا ديروا قطعه من الدجاج، انا هنا استعملت الرقبه باش برك تعطينا النكهه. ندير ملح فلفل كحل وقرفه ونقلي مليح. بعد ما يتقن لنا البصل تاعنا جيدا نضيفوا له ما يعادل كاس برك من الماء يكون مغلي، ونخلوه يغلى لمده 5 دقائق. كي يغلى نضيفوا الشامبينيون تاعنا اللي كنت قليته شويه زبده وملح، ونضيفو الزيتون اللي كنت غليته زوج مرات باش نحيت له الملوحيه. من بعد كي طاب زدت له ملعقه كبيره من لا كريم فريش، هنا اختياريه. وهاوليك الطبقه تاعي في صحن التقديم، ان شاء الله يا ربي تجربوه ويعجبكم وتعطوني رايكم. وسلام الى الملتقى ان شاء الله. شكرا.